وقول لي شحال من البلاد مالا في اون جينيرال شحال من البلاد؟ سبهم كاع كاع نحسبهم 13 يا 13 بلاد بلا المان ولا هولندا وسويسرا. اسمع قال الاكسبيرونس تاعك شنو البلاد المليحه للحراق؟ خوتي الاعزاء السلام عليكم، ان شاء الله ربي تكونوا خير وعلى خير. في هذا الفيديو خونا منا غادي يحكي حكايته كيفاش طلع دو ا زد، خرب خوتي مغامرات ولا اروع. ما تبعوا الفيديو من الاول تالي باش تعرفوا كل شيء. دروك نتلاقوا بعد الفاصل، شوفوا هذه. نبداو بسم الله خوتي على بركة الله. خويا العزيز السلام عليكم. واش خويا؟ صافا بيان؟ لاباس انتيك راك ملاح؟ والله الحمد لله. وانت؟ وانا انتيك الحمد لله الله يهنيك. اي خويا مالا كيفاش درت الاولى كاع؟ الاولى تاعي ماك تعرف ما متزايل مهواري بوم طلق اتاتورك اتاتورك اسطنبول ست شهور. اوي طلعت فيزا مالا؟ فيزا ايه للترك. قلت لكم مهواري بوم طلق اسطنبول صبيحة والبريمي فوا في تركيا. رقدت برا توسا؟ ما رقدتش برا في اوتيل كدا الحمد لله. طلعت معاك دراهم مالا؟ بيان سور طلعت معايا 500 اورو هكداك ولا 600. الكرية شحال تماك في اسطنبول؟ الكرية 20 ليرة 20 ليرة 30 ليرة. شحال بالاورو؟ شحال بالاورو؟ والله ما نكذب عليك نسيتها يا خو شحال بالاورو والله ما على بالي. 30 يورو؟ نو واحد 15 اورو هكدا. ليسونسيال 6 شهور في اسطنبول صرا اللي صرا راك فاهمني. سلكت راسك خدمت من راسي 15 رحلة اخويا. اوي 15 نحنا نضربو في الشباك ضربنا جزنا اتينا تشاد علينا. شحال رحلة شحال رحلة درتها؟ يصالو 15 رحلة. كيفاش 15 رحلة؟ 15 رحلة احنا ندخلو الغابة يا خويا رجعونا. يعاود يرجعوكم. في الباكي دي خلص هذاك اللي فهمتك وكلشي. ما خلصوش حنا نمشيو وحدنا. وحدنا تعرف بالجي بي اس. جي بي اس هاك شايف. درنا 17 يوم في الغابة دخلنا تيسالونيكي كامارا نافارين واري سيتي لوس. اخويا ما فهمتك. قهوة تما راك فاهمني هادي تيسالونيك ماشي الفوق. شغل هذاك وين تبدا تشم ريحة اليونان. طلعت لاتينا ريحنا فيها تينا مليحة انت كثر فيها عام ونص دورنا فيها زربو طافيكينا كدا منا عاود تهبط كدا موسمو منين؟ اتينا كي خلاص كي كرات من اتينا كدا عاود تهبط. كان يضرب على البانيا كان يضرب على بلغاريا انا ضربت على بلغاريا. كيحكموني البلغار دخلوني البلغار باين البلغار يحكموك يدوك الحبس ديالك. اوي داوني لبوسمانسي من بوسمانسي داوني الزادفور الزادفور صافي ما عندها بلغاريا حبس فهمتني. قعدت شهر في صوفيا في العاصمه في صوفيا ومن بعد قعدت ندور قدام من عجبتني صوفيا شويه ومن بعد خلاص ستالينغراد ماشي ستالينغراد تاع فرنسا ستالينغراد فيلاج الاول سفينينغراد. دخلت لسربيا غير دخلت لسربيا حكموني قالوا لي ويكم تو ريبيبليكا سربيا. دخلت لسربيا داوني لبيروت بيروت داوني لبلغراد بلغراد قعدت فيها 5 شهور. جرجيرو 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 راني نقول لك عدويه ما تمنالوش طريق هادي داوني لبلغراد بلغراد طلعت واسمو لي كامب باش ضرب الحداده. كاين سوبوتيكا كاين شيت كاين كاين سمبور كاين وسما كاين مرطونوس كاين هورغوس سيت وسيت. عطاتني من رومانيا قعدت شهر في رومانيا عاود رجعوني ديبور سربيا. ضربت هونغاريا 21 خطرة في الحارة ما سقت ليش. دخلت البوسنة والهرسك تبوسك وتهرسك حبيبي ليسونسيال. قعدت له رمضان شهر ربي بعثني البوسنة شمت صمت شهر تاعي تماك الحمد لله. موراها بثلاث ايام ولا اربع ايام هبطت واحد البلاصه وسمها موستار في البوسنه. تسقسي مي كنت هود البلاد كي دير وين تسكن وكي دير؟ تقعد فيها شهر هذه تقعد فيها شهر هذه تقعد فيها عام هذه تقعد فيها ست اشهر انت كيفاش دير؟ تدخل هكا تاع صديبور بكبير وحنين خويا تبات هذه من جهه المباته وين تحط الراس خاطيك شغل تلقى مع خوتنا تما كاين خوتنا وكاين تاوعنا كيما قلت لك لحقت الموستار راني نمشي في موستار لقيت كاميون كبير كيما يقولوا المغاربه مشمع ناضي كنادي فهمت الروز بالدجاج. ضربت له من تحت في الريزيرفوار. وي قلت له دخلت له من تحت في الريزيرفوار رماني في كرواتيا كرواتيا في زغرب هبطوني داروا لي لازيل. قعدت في كرواتيا شحال 3 ايام غير خرجت لقيت كاميون واحد اخر ضربت فيه 9 سوايع فيرونا. السلام عليكم خلاص الرحله اخو عامين ونص عامين ونص على رحله ونص على رحله. وتلقيت روحك هنا في باريس؟ لقيت روحي في طليان في طليان. اي مورا من طليان شدرت؟
في طليان ريحتي عامون اسم بعد من طليان صرا لي صرا دخلت صرا لي صرا شو هادي صرا جزرا مشاكل ماشي مشاكل والله ما مشاكل صرا لي صرا شو صرا شو البلاد اللي طول فيها تكرا فيها تكرا منك فهمني اوي وانا شو كيما طليان ما نقدرش نكراها ومن بعد قدا جيت لفرنسا وانا في باري وكش ما يخصكم ما عندنا والو كي لعب بالك راك شايف وانا في الماكدونالد كيما قلت لي الماكدونالد ولات الجزائر حبيبي من الاخر وقول لي شحال من البلاد مالات في اون جينيرال شحال من البلاد سبوهم كاع كاع نحسبهم 13 يا 13 البلاد بلا الالمان ولا هولندا وسويسرا ايا كيفاش انت على حسب الاكسبيريونس تاعك خلينا هذوك الاوروب نحكي لك على البولقان انا وا صح قال الاكسبيريونس تاعك شنو البلاد المليحه للحراك مليحه الحراك ولا المليحه بول موانايا الحراك اون جينيرال معيشه والله ما على بالي بول مو اليونان خويا اه وي الخدمه تما كاينه اي تو صح كاينه الخدمه ولا لازيلي كاين فيها لازيلي تو كاين اللي مدو هنا تزيري اللي ما مدوناش لازي اللي مدو الباكستان والافغانستان بالاوزفايس تعيش تما نورمال يا في ليون فهمت باللغه وبكلش طايح تماك مينور والحمد لله وسلكت ورانا في باري وانا عايشين بقدره والدينا وربي يحفظنا والدينا نصيحه لخوتنا نصيحه لخوتنا نصيحه لخوتنا الحراقه يا خوتي ارواح على البحر اوي ما تروحوش واسي افهمني شو ولا تليفون هذا خدموا تليفونات حنا يا خو نبيعهم على بورو اوي اوكي نصيحه لخوتي خوتي جزائر ترك غير خطيكم عدو يا ما تمنى اوي جزائر ترك خطيكم بيجي يجي لا يدبر راسو انا جيت وقطعت حوايجي ولا يجيب الهنجي ولا نموت ورو دانجي من الاخر يقول لي شبعونا يا بنجي في تركا كلكلي شانا كلي ايضا حبس كوارت يا اوي ايه بنديك في تركا يشبعوكم يا بنجي خوتي وبرغل في المالتيبي جي 7 و14 تخرج قد هاك خويا بالبرغل برغل واحد الماكله يمد وي برغل برغل تميمه شحال حبست قعدت تبك حبس وين عندهم ماشي بزاف قعدت ماكله مليحه ماكله 24 يوم انا نقول لك برغل تخولي مليحه خويا برغل في اليونان كاين سوفلاكي تهلا وقدام تميمه ميطاغوغو كوردلو مونداليزا سيسي يا زلايم بد اوي بالماكله تا تنفخ مليحه شكون تنفخ بالماكله تنفخ بالماكله الحمد لله يا بصح في الترك لما حمصا ولا الشرخو يوك بارا يوك حياه خو شنو الشمال لهنايا اوي ما كاش دراهم ما تعيش تراكا مالهم تراكا ما ناس حق قول خوتنا الحراقه هنا اللي باغي من البلاد اسكو تنصحهم طريق تاع ترك خطيكم خوتي عدو يا ما تمنهالوش اخويا روح على البحر كلاك الحوت كلاك الحوت جست صحتك يا لا اخوتي العزيز خطيكم الحركه سبري والله لا سيك فريمون كومبليكي ما نقدرش نقول لك لازم يموتوا والله لازم يموتوا كاع يموتوا بصح دوك انت شوف السيد واش عنده في قلبه يا انا ما ننصحش اخوتي ما ننصحش بها انا ربي يهدي كوره بهدينا اجمعين فريمون سي كومبليكي فيزا انا طلعت فيزا انت طلعت فيزا واحد اخر ما يطلعش فيزا يا انا سي زهره انا والله لا سي زهره انا ما طلعتش انا بالدبلوم تاعي درت لهم تيكي تاك انا ثاني ونقول لكم الصح اخوتي انا الدوسي تاعي درت لهم تيكي تاك كاين عباد داروا 6 في 7 شحال 42 وما خرجوش يا خويا كلشي بالمكتوب انا عندي واحد صاحبي سي سبحان خطرات باش عطاو له سبحان خطرات ياك شفت خو سبحان خطرات وانت اخي من ياكل الحوت اخويا سردينا ياكلكش الحوت وين عباك انت خو بالك طاك في الطبق طاك طاك في قبق الرب هاك هاك لي كود بالك نبوس في الميريا الميريا برشلون برشلون تماك راك تعرف واش كاين في برشلون برشلون بيربينيو بيربينيو باري خويا كاين يا خو واش راح نقول لك طريق الترك نصح بها اخوتي عدو يا ما نتمنالوش يا في اخر يجيبها ربي حنا حراقه ونقعدوا حراقه الى يوم الدين خويا اوي ما كان لك وارد لهم يحزنون خو فهم الحمد لله طلعش من البلاد فات فيها هذه هي ما شاء الله ان شاء الله يا ربي يسهل على الجميع كما قال لكم طريق الترك راه ماشي سهله نصيحه من خوتنا فاتها هو فاتها فاتها وما نزيدش نفوتها هيا قادره راك تسمعوا خوتي راكم تسمعوا ان شاء الله ربي هذا الفيديو تدي بعين الاعتبار يجيب ربي ان شاء الله نلقاها مفتوحه من مورانا ومن قدام باذن الله ربي يعطيك ما تمنى يا ان شاء الله ربي اجمعين معاك يا ربي سهل ان شاء الله علينا كاع هكذا اخويا والسلام عليكم ورمضان راه جاي صوموا بصحه ولهنا واللي فيها خير يجيب ربي درجه بدرجه عليكم خوتي السلام عليكم ديما نقولها لكم وديما نعاودها لكم هي باللي درجه بدرجه وما تقطعش الرجه خطوه وخطوه نولوا شي حاجه اخوتي العزاز تسبب تكل على ربي تكل على دراعك طلعك معك مؤهلات دراهم لا لونغ الحرفه وهذه هي باجاج معك خوتي باجاج
ربي يسهل الجميع وان شاء الله ربي يعجبتكم هذا الفيديو. بارطاجي لخوك باش الناس يعرفوا ان شاء الله صاري هدي بارطاجيو ماكسيموم خوتي بيس كامل يدير في صوالح شابين خويا وربي يوفقك يا خويا امين خويا ميرسي يا خويا ربي يحفظكم خويا ميرسي في روحك خويا تبو ثاني ايوا ان شاء الله ربي يعجبكم هذا الفيديو فبايزيتي جام كومونتير وتستمي الحياه وديروا خليكم الجمله التاليه والجمله الاخيره هي باللي الدنيا ساعه تفرحك وساعه تبكيك وكلمه الحمد لله وحده تزهيك والسلام عليكم.